الكلفة الإجمالية للمشروع هي 1,700,000,000 سنتيم. نتوجه لهم بتحياتي الخالصة كونهم ذلك يرهم في ولاية رائدة، ولاية نموذجية. نحن منذ يوم أمس أنا والوفد المرقلي معية السلطات المحلية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد ولي ولاية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وكل السلطات. إذا نزور قرية بعد قرية، نقطة ظل بعد نقطة ظل، وما نقف عنده صراحة أقولها جد مطمئن، باعتبار أن سياسة السيد رئيس الجمهورية متبعة ميدانيا وترى النور بالنسبة لكل القضايا التي أراد أن يزيلها، هذه التي كانت تريق المواطن في مناطق كانت معزولة، كانت تعاني الأمرين، العزلة من جهة وخاصة انعدام المرافق الأساسية بالنسبة لقاطنيها. الحمد لله حيث ذهبنا وجدنا أن مجهودات كبيرة بذلت، طرقات تم شقها، شبكات المياه صالحة للشرب، الكهرباء، الإنارة العمومية، كل القرى الحمد لله استفادت بهذا يعني الشرط المورد، الشرط الأساسي بالنسبة للقرى نائية، يعني كعنصر ليس فحسب لتحسين حياتهم ولكن كعنصر للأمن بالنسبة للولاد، بالنسبة للكلارج بيبليك. شبكات للكهرباء، شبكات للغاز، مجهود كبير تم بذله، ربما قد لا نجده على مستوى من ناحية الحجم على مستوى ولايات أخرى. التحسن في ظروف المدرس، مدارس إن لم تكون جديدة يعني بناء كمنشأة جديدة بالنسبة للإكستنسيون تاعهم فهي تم أعيد لها الاعتبار، مصحات ثاني كذلك بالمعايير اللازمة، وخاصة يعني ما أثار انتباهنا هي هذه شبكة الطرقات، لا ما من قرية إلا ووصلت لها وصلت لها الطريق المعبدة، وحتى حيث يعني فيها صعوبة الطريق تلقاها بالخرسانة إلى غاية الباب، يعني شيء هذا مجهود كبير ما لاحظناه يوم أمس غرب الولاية واليوم نحن في شمالها، وفيه كذلك مجهودات ما زالت متواصلة. الآن والمبتغى هذا قد حققناه بفضل هذه السياسة الرشيدة الذكية العملية الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية. نريد إذن أن نذهب إلى ما بعد هذا المبتغى، إلى جعل مثلا المواطن يرجع، هو الذي عانى في أثناء العشرية السوداء وغادر موطن رزقه، نريد أن يرجع لأن شروط حياة اليوم راهي الحمد لله متوفرة، وأن يقوم بالنشاط الذي كان لابد أن يقوم به. حقيقة شهادة نعتز بها وتعطينا حماسا ودفعا جديدا وقويا، خاصة عندما نسمعها من أبو الإدارة الجزائرية المحنك السيد إبراهيم مراد، اللي هو يعتبر من قامات الجزائر في الإدارة المحلية، ونحن نعمل جاهدين من أجل تنفيذ هذه التعليمات، خاصة ما تعلق منها بالتكفل بهذه المناطق اللي هي مناطق ريفية جبلية صعبة، خاصة أنكم شفتوا ولاحظتوا معنا بعض المناطق الجبلية الوعرة المسالك اللي وصلتها الطرقات، وصلها الكهرباء، وصلها الغاز، وصلتها المياه،
وأيضا نعمل جاهدين أيضا على تعميم شبكة الغاز والكهرباء في كل هذه المناطق وتحسين ظروف التمدرس بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. أيضا نعمل كذلك من أجل توصيل شبكة المياه الصالحة للشرب، وأيضا نعمل أيضا من أجل التكفل بكل هذه الانشغالات المتبقية من خلال البرامج المسطرة لسنة 2021 على المدى القريب، لأننا في حقيقة كنا قد برمجنا من خلال سنة 2020 برنامج استعجالي فوري من أجل التكفل بهذه المناطق بعد أن تم إحصاؤها وتم إحصاء كل المشاكل المتعلقة بها، وعددها 487 منطقة ظل، وتم إحصاء أيضا العمليات وتم تمويلها خلال سنة 2020، وعددها 722 عملية مجسدة ميدانيا وقد حس بها المواطن، وذلك ما كنا نبغي. وشكرا.